هم بيقولوا انا ما اعرفش بصراحه. هم بيقولوا ممكن الله اعلم. طب قول لي بقى طمني عليك. هو الامتحانات اللي فاتت كانت كويسه تمام يعني كله تمام الحمد لله كويس. هو بس يعني كان ارخم حاجه تقريبا اكيد الكيمياء مش محتاجه تتقال يعني. النهارده لا النهارده كان تمام كويس بس يعني المجمل يعني المجمل بتاع الامتحانات كويسه يعني. هو بس الكيمياء كان تقيل زياده عن اللزوم. اهو رجاله علم الرياضه. علم الرياضه ده حبيبي. لا ده هو اللي هنا والله. قول لي طيب يعني هتخطف ازاي الاجازه؟ اول حاجه النوم. احنا عايزين نعوض كل اللي فات. الله اعلم احنا هنروح من اللجنه ننام اول حاجه. محدش صحيني ده هيحل الكبر بالحلال حاسبه خلاص. نروح نذاكر. هو فيديو ساعه ونص قال حاسبه نروح نخلص الدنيا. اي حد عايز اللينك يكلمه مثلا. ايه هي كليه يعني ان شاء الله هندسه. حد يكون هندسه معينه. لا ما لسه يعني تيجي بس ان شاء الله. طمني عليك النهارده. الحمد لله. عملت ايه النهارده؟ الحمد لله والله يعني الامتحان يعني كان فيه شويه العاب بس العاب يعني اللي هي التحويلات والحاجات دي بس. الامتحان كان حلو يعني. المجمل حلو. طيب افضل من اللي فات. هو يعني متوسط يعني ولا اوحش ولا برضك ولا اصعب بس هو يعني الامتحان حلو. خدت امتحان خدت درس امبارح قد ايه؟ هم صراحة انا ما روحتش امبارح بسبب اني تعبت فقمت انا مروح. هم اللي قعدوا صراحة. ما قعدوا من الساعة 9 للساعة 5 بعد العصر. يعني 9 الصبح يعني انتوا بتعملوش غير 8 ساعات الدرس 9 ساعات الدرس. ايوه بياخدوا بريك مثلا وقت الصلاة يصلوا وياكلوا اي حاجة ويخشوا تاني. ساعة ما تعبت بس ما روحتش ما كملتش بقى يعني قعدت ساعتين ومشيت على طول. ناوي على ايه بقى بعد لما تخلص؟ والله العظيم احنا بنحاول يعني بندعي ربنا ان احنا ننجح بس والله. لا وبعد كده بعد الاجازه لو كان فيها ازاي؟ هي مفيش غير نوم ثم نوم ثم نوم ثم نوم ثم نوم بس. وبعدين بقى في بقى وقت تاني غير النوم ممكن مثلا ايه نطلع لنا ناخد لها فسحه كده وننزل بقى نفكر في اي حاجه. نطلع لنا تاني كده كتير قوي. احنا يعني سنه كانت متعبه صراحه ويعني تعبنا جامد جدا بسبب الدروس وضغطة وبعدين احنا بالذات اللي احنا علم رياضة فالدنيا مضغوطة معنا جدا. اما بالنسبة لعلم علوم والادبي هم برضك هم فيهم حاجات تقيلة بس برضك يعني مش مضغوطين زينا يعني مثلا بننزل مادة رياضة مثلا 4 ايام مثلا غير حصص المراجعة غير الامتحانات بتاعت كل فرع بتاعتها يعني كموال. وجت تقريبا برضك قصرنا في مواد تانية بسبب برضك الحاجات ديت بس يعني الحمد لله احسن من غيرنا برضك. بس الحمد لله يعني كان ما خرجش يعني من عندنا ف ورده ما في ما كانش مساعد قوي بس الحمد لله الامتحان كان فيه متوسط بشويه ما كانش صعب زي الكيمياء وزي كان ايه الثاني صعب الفيزياء تقريبا. فالحمد لله يعني الواحد حل كويس وان شاء الله خير يعني في الماده الجايه اخر ماده. فاضل لك ايه؟ جبر وهندسه فراغيه. ربنا يستر عليهم بقى عشان ما احبهمش صراحه ما لهمش فيا. عايز ايه؟ ازاي الاجازه؟ ليه؟ مستنيه الاجازه. ده مستنيها بقالي سنه. مستني اجازه بقالي سنه ان شاء الله. هننزل جيم انا وهو هندمر الاداء. تعمل ايه؟ هننزل جيم. انا هنسافر هنروح اسكندريه ساحل بقى اي حاجه ممكن تيجي في الشارع ان شاء الله. امسك طيب. لا هتاخد راحه يعني يا مولا. انا كنت افكر اخد سنه جاب اصلا بس هبقى متاخر عند دفعتي بسنه ففكست بس هنريح جامد بقى ان شاء الله.